مساء الخير مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة على الهواء الذي يهتم بصحة الإنسان وبأسلوب حياته السليم. مساء الخير محمد، ومساء الخير على كل من يتابعنا في هذه اللحظة في برنامجنا الأسبوعي عيادة على الهواء. بداية أذكركم مشاهدينا أنكم تستطيعون مشاركتنا مباشرة عبر تويتر على حسابنا شارجة تيفي. شاركونا بأرائكم وأجوبتكم، ونستقبل أيضا أسئلة المشاهدين والمتابعين لموضوع حلقتنا عبر منصات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. إذن مشاهدينا، من أشهر ما يمر به الأطفال حديث الولادة الإصابة بالصفراء لبضعة أيام، فعندما تجد الطفل خاملا ولا يتلقى الرضاعة بما فيه الكفالة وينام كثيرا، عادة ما تجد من حوله يشخصون حالته تلقائيا بأنه مصاب بالصفراء. ولكن كيف يمكن علاج الصفراء عند حديث الولادة والوقاية من مضاعفاتها؟ هذا ما سنناقشه في حلقتنا لهذا اليوم. ولكن بداية ننتقل إلى تقرير المعد حول هذا الموضوع، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. الصفراء من الإصابات المنتشرة التي تحدث بين الأطفال حديثي الولادة خلال الأسبوع الأول من ولادتهم، وتعتبر الإصابة بالصفراء مقلقة للأهل، وتعرف على أنها الاصفرار الذي يصيب بياض عين الطفل إضافة إلى ميل لون الجلد إلى اللون الأصفر أيضاً. يحدث هذا المرض نتيجة ارتفاع نسبة البايلوروبين في الدم عن المعدل الطبيعي الذي يجب أن يوجد في دم حديثي الولادة، وبالتالي يسبب تكسر خلايا الدم الحمراء ويجعل الهيموغلوبين الموجود في الدم طليقاً، حيث يتعرض للتكسر بسهولة وينتقل ليصبح مادتين هما مادة الهيم ومادة الجلوبين. مادة الصفراء أو البصفار تنتقل بشكل مباشر إلى كبد حديثي الولادة وتتحد مع عنصر البروتين عن طريق إنزيم جلوكورونيل ترانسفيريز ليكون البايلوروبين الذي يفرز العصارة الصفراء في الأمعاء، فتتكسر مادة الهيم لتتحول إلى حديد وبايلوروبين، ويتم امتصاص معظمها مرة أخرى وإعادتها للدم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في موضوع حلقتنا اليوم، وهو الصفراء عند حديثي الولادة. وضيفة حلقتنا في هذا اليوم الدكتورة ريما الملا، استشارية أطفال الخدج وحديثي الولادة. حياك الله دكتورة. مساء الخير. حياك الله دكتورة. بداية لما نتحدث عن الصفراء، يمكن تتعدد الأسماء أو النطق حول هذا المرض عند مختلف الدول العربية، يمكن ويمكن حتى في اللغة العربية أيضا الاسم قد يختلف قليلا. ناخذ يعني أمثلة على اسمها الصفراء، وأيضا ما هي الأسماء الأخرى؟ اليرقان، الصفار، احنا نسميه بالإنجليزي جونديس، نيونيتال جونديس، احنا نسميه بصفار، بصفار صفراء. نعم ممتاز. إذن دائما يرتبط هذا الموضوع يا دكتورة يمكن بحديثي الولادة، هل فعلا أنه يصيب حديثي الولادة وفقط دون الكبار؟ هلا اليرقان ممكن يصيب حديثي الولاده والكبار، وطبعا اسبابه بتكون مختلفه بحسب الفئه العمريه. عند الكبار عاده بيكون سبب مرضي، عند الحديثي الولاده معظم الحالات بيكون سببها فيزيولوجي غير مرضي. ممتاز. فنحكي عن نحن حنحكي اليوم عن اليرقان عند الوليد. نعم. مثل ما قلنا اكثر اسبابه هو فيزيولوجي غير مرضي، وطبعا هناك في اسباب مرضيه بس الشائع هو الغير مرضي. هذا السبب ناتج عن انحلال كريات الدم الحمراء اللي بيكون عمرها قصير بالحياة الجنينية. نعم. 70 يوم في الحياة الجنينية، بينما المعدل الطبيعي بعد الولادة بيكون 120 يوم. نعم. فهالانحلال السريع يؤدي إلى تراكم مادة تسمى مادة البيروبين، هي مادة كيميائية ناتجة عن انحلال الكريات الحمراء. نعم. وتراكمها بيسبب هالاصفرار أو اليرقان، هو عبارة عن اصفرار بلون الجلد. وبياض العينين. نعم ممتاز. الآن دكتورة، هذا المرض يعني في بعض الأحيان وخاصة
نقص نسبة البيلوروبين مثل ما تحدثتي أنت تفضلتي في الدم ناتج لأكثر من سبب. الآن يعني ما نبغي يعني يمكن نصير إصبع الاتهام إلى الأم أو الطفل، يعني في حالات يمكن تكون الأم السبب فيها وفي حالات يكون الطفل فيها. الآن ما يعني إحنا نأخذهم اثنينهم مع بعض إن شاء الله ونذكر أن هل الأم وما هو دور الأم ودور الجنين في ظهور هذا المرض؟ هلا هو من أسباب اليرقان هو ممكن أن تكون أسباب بسبب نقص الرضاعة اللي هي بتحصل خصوصا في الأيام الأولى من الحياة، بيكون إدرار الحليب ناقص عند الأم أو بسبب صعوبة بالرضاعة عند الطفل عند الوليد بشكل عام. فهذا ممكن يساوي نوع من التجفاف عند الوليد وبالتالي بيزداد نسبة الصفار عنده. فهي القصة ممكن تساعد فيها الأم بطريقة أنه ترضع بشكل متكرر، بنصحها ترضع كل ساعتين لثلاثة، معدل 8 إلى 12 رضع بال 24 ساعة. وشيء ثاني طبعا بتعرض البيبي للشمس، هذا بيساعد كمان على تكسير البيلوروبين وطرحه. فهي الأمور المهمة اللي ممكن تتعالج فيها صفار في البيت واللي الأم والأهل ممكن يساعدوا فيها. ممتاز. الآن دكتورة يعني ناخذ موضوع الولادة، ناخذ الأم في فترة الحمل، ويقال هناك يعني ما قبل أثناء وبعد الحمل قد تكون أسباب والأم تكون لها ضلع فيها في وجود الصفراء عند الأطفال. على سبيل المثال يمكن تكون هذه المعلومات غير صحيحة ونحتاج أنها تدقق، يعني ما قبل الولادة استخدام أو اللجوء إلى موضوع الطلق الصناعي، هل قد يؤدي الطلق الصناعي قبل الولادة إلى حدوث الصفراء؟ لا ما له علاقة بالتالي تكسر الدم. لا هو ما له علاقة، الطلق الصناعي ما له علاقة. هلا إذا البيبي ولد أبكر من وقته أو بخديج هذا بيعرض البيبي أنه يكون نسبة أكبر يتعرض للصفار. بس كحد أنه الطلق الصناعي ما بيسبب الصفار إلا إذا ولد البيبي أبكر من وقته فبصير النسبة أكثر. وفي أثناء الولادة الآن يقال أيضا بأن في أثناء الولادة يمكن باستخدام الملاقط وأيضا عملية الشفط قد يؤدي ذلك إلى يمكن في بعض الأحيان يكون في خدش أو ضربة في رأس الطفل أو إصابة معينة، هذا الإجراء قد يسبب أيضا الصفراء، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح 100%. أحيانا بتصير صعوبة في الولادة فبضطر الطبيب النسائي أو الطبيبة أنه تستعمل الأدوات لإخراج الجنين مثل الملقط والمحجم، فأحيانا بيصير مثل تجمع كدمات وأورام دموية في فروة الرأس، هي عبارة عن تجمع دم وهي لما بتتجمع وانحلالها بيسبب الصفار. فهي عامل أكيد مثبت أنه ممكن يزيد من نسبة الصفار. تمام. الآن ما بعد الولادة يقال أيضا بأن فصيلة الدم تلعب دور أو زمرة دم الأم والجنين قد تلعب دور في هذا الموضوع، هل هذا الكلام صحيح؟ أكيد 100%. في عنا من شيء بنسميه تنافر زمر الدم بين الأم والجنين، إذا كانت الأم أو والبيبي فصيلته A or B or AB فبيكون higher risk أو نسبة حدوث اليرقان أكثر من أنه إذا كانت الأم غير O. ومن ناحية تانية إذا كانت الأم سلبي الريسوس سلبي والبيبي إيجابي كمان، إذا أحيانا بيصير مثل أجسام مضادة عند الأم ضد العامل الإيجابي وهي بتنتقل للبيبي الثاني أو الثالث بس مو الأول، بتنتقل عن طريق المشيمة للبيبي وممكن تحل دم البيبي. وبهالحالات الطبيب يتأكد أنه يعطي مواد مناعية بتحل أو بتربط هالأجسام المضادة بشكل أنه تخلص منها قبل ما تنتقل للبيبي. نعم. الآن نيجي حق الأعراض يمكن أو الأشياء اللي يمكن تصيب الرضيع، هل هناك أسباب الرضيع نفسه سبب فيها أو ك هيكل جسمه وتكوين جسمه يكون السبب في وجود مثل هذا المرض اللي هو الصفراء؟ هلا مثل ما حكينا اذا الوليد ولد خديج يعني ابكر وقته فبيكون عنده هي نسبه الصفار اكثر، ممكن انه الوليد ما يرضع يكون مكسول ما بيعرف يرضع كمان هذا بيساعد انه بيصير تجفاف وبيزيد نسبه الصفار عند البيبي. ممتاز. يعني الاهتمام من قبل الام يمكن ما قبل وأثناء وبعد الولادة قد يعني في بعض الأجراء في بعض الأشياء تكون يعني قيد التحكم الشخصي، لكن في بعض مثلا فصيلة الدم لا تتحكم فيها الأم على سبيل المثال، صحيح؟ صحيح. أكيد. تمام. الآن في بعض الأحيان قد تظهر بعض العلامات التي تدل على وجود الصفراء أو اليرقان عند الرضع، مثل شو؟
هلا هو الصفار هو اللون الاصفر، فبتلاحظ انه في لون اصفر ببلش بالراس بالوجه وبينتشر تدريجيا للصدر للبطن وللاطراف، وممكن يظهر بلون العينين. بس هذا ما دائما بيكون واضح، خصوصي عند مثلا البيبيات اللي لونهم غامق او اسود. نعم. بيكون اللون مو واضح، فنحن نعم. بالمشفى بكل الاحوال بنعمل فحص روتين للصفار لكل البيبيات. نعم. على الاقليه قبل ما يطلعوا من المشفى. نعم. اذا الاطفال دكتوره بشكل عام يظهر، يعني طبعا يقال بان يعني يظهر على الاجزاء الخارجيه ومن ثم ينتقل الى الاجزاء الداخليه. وقد يصيب ايضا الانسجه المخاطيه ويمكن الحلق من في بعض الاماكن الداخليه عند الاطفال الرضع. لكن هل يصيب هذا المرض الاطفال يعني بدايه من الاجزاء الداخليه ولا يكون معلوم، ويكون هذا المرض صامت في بعض الاحيان ويمكن يظهر ويتطور ومن ثم يعني يبين بان والله الولد هذا مصاب بالصفراء؟ هلا الاجزاء الداخليه في حاله خاصه اللي هي مسميه اليرقان النووي، هي لما بصل الصفار لدرجه عاليه جدا بيعبر البيلوروبين الحاجز الدمائي الشوكي وبسبب ترسب البيلوروبين في خلايا الدماغ وبسبب اذيه الخلايا. فهي الشغله نحن دائما بنحاول انه نعالج الصفار بكير بشكل انه ما نصل للحالات العاليه والارقام العاليه من البيلوروبين. ممكن كمان ياثر على السمع. فهي الحالتين اللي ممكن يأثر فيها البيلوروبين إذا وصل لأرقام عالية. هلا ممكن يكون يعني عوامل مثل انحلالات الدم اللي هي بتسبب الصفار، ومن ناحية تانية بيكون فيها ترافق مع ضخامة الكبد والطحال. هي عم نحكي على الأعضاء الداخلية. صحيح. هي. فهي ما أنه الصفار اللي سببها، بس المرض سبب الصفار وسبب ضخامة الكبد والطحال. نعم نعم. هلا الصفار ممكن يأثر على البيبي، طبعا إذا وصل أرقام عالية ممكن يأثر على البيبي، بيعود بينام، ما بيرضع، بيصير فاسي، بتجفف، ما بزيد وزنه. وبسوي بالأرقام العالية اللي رقم نووي بصير تشنجات وزيادة توتر العضلات، هاي في مراحل متقدمة كتير. تمام. الآن يعني هذه كلها أشياء مثبتة في الوقت الحالي وموجودة. دكتورة يعني في بعض الأحيان يقال أنه يمكن ما يبين على الجلد كمثال، ولكن عند الضغط على الجلد قد يظهر لون أصفر، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح، خصوصي بالبشرة الكاشفة مو الداكنة. نعم. الداكنة صعب، الكاشفة ممكن تضغط على أجزاء الأنف أو الجبهة، بتضغط وبتشيل إصبعتك فبتلاقي لون أصفر. وبده يكون إضاءة كافية حتى تقدر تشوف اللون. نعم. طبعا كمان ممكن تشوف لون الصفار بلون بياض العينين، بتلاقي البياض صار لونه اصفر. اصفر شوي صحيح. لكن مش كل صفار يمكن يكون، يعني يمكن يكون حاله عابره، ولا اي صفار في العين هذا دليل على ان الصفراء موجوده؟ لا، اللون الاصفر بحد ذاته يعني يرقان، يعني صفار. نعم مثبت. مثبت. ممتاز جدا. اذا دكتوره بنتحدث عن الاسباب والتشخيص، وبنتحدث أيضا عن التحاليل الخاصة بوجود اليرقان سواء كان للدم أو حتى كان للكبد وأنواعه، وبالتالي نتعرف أكثر على أسبابه وأيضا وجود الصفراء عند الأطفال الرضع. ولكن مشاهدينا دعونا ننتقل الآن إلى زميلتنا شهد مهند وتطلعنا عن بعض الأخبار المتنوعة في فقرة آخر الأخبار، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ولكل من يتابعنا عبر شاشتنا أو من خلال منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. والآن نبدأ بأول خبر لفقرتنا، واللي يقول: دراسة حديثة أظهرت أن صحة الأمعاء أحدى عوامل وقاية الحمل من المضاعفات كالتسمم الحمل والسكري، لذا على الحوامل تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، حيث تقوم الأمعاء بتكسير الألياف، بالتالي ينتج عن ذلك مغذيات تدعم المناعة، كما أنها تقلل من ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل بنسبة 10%. أما الخبر الثاني لليوم: التهاب الأذن الوسطى يصيب الأطفال دون سن الثالثة بكثرة، وذلك لأن القنوات بين الأذن الخارجية والبلعوم لا تزال قصيرة،
وبالتالي يمكن للبكتيريا والفيروسات أن تصل إلى الأذن بسرعة، وتشمل أعراض الالتهاب وضع الطفل لإصبعه في أذنه بشكل متكرر، والتنفس من الفم، ونزيف الأنف، وإفرازات مخاطية. وخبرنا الثالث لليوم في هذه الفقرة، أشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن الكيوي يعد من الفواكه التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ويساعد هذا على النوم والوقاية من الأمراض، ويعتبر مقوياً حقيقياً لجهاز المناعة. وأوضح خبراء الجمعية لوكالة الأنباء الألمانية أن الكيوي غني بمضادات الأكسدة المعروفة بدورها في الوقاية من الأمراض، وفيتامين سي أيضاً، ولذلك ينصح بتناوله عند الإصابة بنزلات البرد. ما كنت أتوقع أن الكيوي يا محمد فيه يعني هذه الكميات الكبيرة من الفيتامينات أو الفوائد، خلنا نقول لجسم الإنسان. صحيح، حتى موضوع القنوات بين الأذن الخارجية أيضاً عند وأيضاً الداخلية عند الأطفال قصيرة جداً وتنمو مع 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 الأمر، وبالتالي يعني سبحان الله كلما امتدت هذه القنوات كثرت فيها على سبيل المثال المضادات وكذا، وبالتالي يصعب على الفيروسات وكذا أن تمر من خلالها. بالتأكيد صحيح. صحيح دكتورة. صحيح أكيد. بهذا الخبر نختم فقرة الأخبار الطبية، وبانتظار تفاعلكم عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي. الآن ننتقل لمتابعة باقي فقرات برنامج عيادة على الهواء مع زميلي محمد. إذن عودة إليكم واستكمال لحديثنا في هذا اليوم مشاهدينا الكرام مع دكتورة ريما الملا، استشارية أطفال الخدج وحديثي الولادة. دكتورة، توقفنا عند موضوع الأسباب وأيضا التشخيص والتحليل. نبدأ بالتحليل يعني أو التشخيص مبدئيا، كيف يتم تشخيص هذا المرض؟ هلا التشخيص مثل ما قلنا بمجرد النظر بنشوف اللون الأصفر، بعدين نلجأ لتحليل يعني كشف الجلدي، في جهاز بيكشف البيليروبين مقياس جلدي. نعم. كمرحلة أولية يضع على الجلد يعني يضع فقط على الجلد مثل موجات وبطلع نسبة البيليروبين هذا. هو يعني تقريبيا طبعا لما بيكون في أي خوف على البيبي بنضطر انه نعمل تحاليل الدم اللي هي بتكون الاكثر دقه. نعم. تحاليل ممتاز. الدم ممتاز. الان دكتوره ممتاز جدا. اذا الان ننتقل لموضوع التحاليل. اذا في اجهزه تكشف وجود نقص او زياده، نقص في البيليروبين في جسم هو زياده تتعدى زياده حد معين ورقم معين. هذه الزياده التحاليل تكشفها ايضا بالتالي، صحيح؟ بالتالي أنا أتحدث عن التحاليل، الأرقام أو القياسات اللي يمكن عندها نقول بأنه والله هذا الطفل مصاب بالصفراء الحادة أو الصفراء العادية اللي ممكن أن تزول بشكل تلقائي. هذا سؤال كتير حلو. ما في رقم معين، لأن نحن بنستعمل منحنيات من وقت الولادة للأسبوع أو أكثر. نعم. ومنحط الأرقام على هالمنحنيات. نعم. ومنقرر منحنيات بتعطينا شو هو المستوى الطبيعي تحت رقم معين، هو طبيعي، ولما بصل لهالرقم لازم تبلش المعالجة الضوئية. وفي منحنيات بتعطينا إذا كان الرقم عالي كتير لازم نبلش المعالجة المكثفة. الآن معنات هذا الكلام تختلف، هذا المنحنى لكل طفل أو حديث الولادة المصاب بهذا المرض أو غير المصاب، مثلا على سبيل المثال لمعرفة ما إذا كان هذا الطفل مصاب، المنحنى هذا يختلف من طفل لآخر والقراءات تختلف؟ هلا هو بيختلف، لان المنحنيات بتعتمد على عمر الولد الوليد. نعم. وبالساعات او بالايام، وبيعتمد على اذا كان ولدان بكير ولا لا، واذا كان في عامل بيزيد خطوره بيزيد نسبه حدوث الصفار مثل اختلاف الزمر. نعم. فنحن بنمشي حسب هالمنحنيات، بتحدد لنا كل عامل له منحنى معين. نعم. نحن بنركز على المنحنى اللي بيبي بيتبع او المولود بيتبع المنحنى هذا. نعم. فلكل بيبي بنحدد له منحنى له، وبنتابع ارقام البيليروبين على هالمنحنى نفسه. نعم. لأن التغييرات تحدث يعني التحاليل هذه تاخذ اكثر من فتره، مش اول أكيد. مره تحليل يعني مثلا انه يجي رقم 5 ملي جرام اول يوم. نعم. هذا مو طبيعي، بينما ثاني يوم هذا 5 ملي جرام كنت معقول مو عالي. نعم. فبتختلف حسب العمر وحسب اذا في عوامل بتزيد نسبه الخطوره. الان حتى في التحليل يقال ايضا دكتوره فيما يسمى ب اعتقد التحليل او الرقم او القياس المباشر وايضا العام، شو الفرق بينهم في القياسات؟
سؤال كتير حلو. هلا هو الصفار في نوعين، صفار هو المباشر او المرتبط، نوعين من البيليروبين. نعم. نوع مباشر وغير نوع غير مباشر. نحن عم نحكي هلا الفيزيولوجي اللي هو الغير مباشر. نعم. اللي هو بيعطي اللون الاصفر. صحيح. الصفار المباشر اللي هو بيعطي اللون الصفار على الاخضر. وهذا بنشوفه بحالات معينه مرضيه دائما بتكون ما بتكون طبيعيه. نعم. الصفار زياده الصفار المباشر ممكن نلاقيه بالتهابات الكبد، ممكن انسدادات الكبد الصفراويه، دبور القنوات الصفراويه، ممكن نلاقيه بامراض استقلابيه وامراض وراثيه، وهي دائما بتكون غير طبيعيه. هاي تحدث عند حديثي الولاده ايضا؟ ممكن تصير عند حديثي الولاده وممكن تصير عند الكبار. بس يعني اقل حدوثا، اقل بكثير عند حديثي الولاده. نعم. الاكثر شيوعا هو الغير المباشر. تمام. يقال بان ما نسبته 70% من المولودين الجدد عندهم الصفراء، يمكن تكون نسبة أيضا أكثر من ذلك. هلا طبعا هي النسبة بتختلف من منطقة لمنطقة، من بلد لبلد. نعم. مثلا بشرق آسيا مرتفع كتير نسبة الصفار، في مناطق مثلا اللي فيها الزنوج يكون نسبة أخف، فحسب الموقع. نعم. انتشار هذا، بس هو منتشر. إذن الجغرافيا المكان أيضا المكان تؤثر على وجوده. طبعا. تمام. أكيد. الأسباب يمكن ذكرتيها بشكل عابر دكتورة في بداية الحلقة، ولكن علاقة الكبد بهذا الموضوع، وخاصة أن في بعض التحاليل أيضا من ضمن التحاليل يمكن يصير تحليل الكبد أيضا، صحيح؟ صحيح أكيد. هلأ نحن دائما نعمل وظائف الكبد لنتأكد أنه ما في شيء اضطراب بالكبد نفسه. اليرقان الفيزيولوجي هو عبارة عن عدم نضوج لمدة بسيطة بالكبد وأنزيمات الكبد، بتطلب 3 إلى 5 أيام وهي بتنضج والكبد يقوم بكامل وظائفه بشكل طبيعي. بينما إذا كان في التهاب كبد أو في شيء أمراض كبدية، هي قصة مختلفة تمام. فنحن بنعمل وظائف الكبد لنتأكد أنه الكبد شغال. نعم. ما في مشكلة بنفس الكبد. نعم. تمام. الآن دكتورة في موضوع الغدد، هل الغدد في جسم حديثي الولادة أو الأطفال تلعب دور في موضوع الصفراء ولا لا؟ أكيد. نقص الغدة الدرقية بالذات ممكن يسبب زيادة في الصفار، وهي من أحد العوامل اللي نحن دائما بنعمل تحاليل إذا كنا شاكين المولود صار عنده نسبة صفار ما بنقدر نفسرها، نعمل تحاليل وظائف الدرق نتأكد أنه ما عنده مشكلة بالغدة الدرقية. لأن يمكن حتى الدكتورة هذا في أثناء التشخيص يعني يمكن يكون عامل محير في بعض الأحيان. الآن الطبيب وعند هذا الرضيع يخضع إلى عمليات تشخيص وفحص وتحاليل مختلفة حتى أن يصل في النهاية يمكن إلى السبب الرئيسي وبالتالي يتم علاجه. ولكن المعروف الآن نتحدث وبشكل عابر أيضا أن معظم لم يكن أكثر حالات علاج الصفراء بالحاضنات، يعني احنا اي واحد كان فيه الصفرة او اليرقان حطوه في الحاضنه فتره يمكن 3 أيام او 4 أيام وكذا، بيتحدد ساعات معينه وبالتالي يشفى باذن الله تعالى من هذه الحاضنه. الان لو اختلفت هذه الاسباب، يعني اليست الحاضنه العلاج النهائي في هذا الموضوع؟ هلا هي معظم الحالات ما بتتطلب قبول المشفى ولا الحاضنه، هو الحاضنه تقصد العلاج الضوئي اللي نعم هو مسكر تحت الضوء. نعم. معظم الحالات اللي بنكتشفها بشكل مبكر بتتعالج في البيت. ممكن انه نسال الام انه ترضع بشكل مكثف وبشكل متكرر وتعرض المولود لاشعه الشمس، حتى في حالات اذا كان ما في كفايه من الحليب الطبيعي للام بننصحها انه تعطي بعد الرضاعه الطبيعيه تكمل برضاعه حليب صناعي، بس تتاكد انه المولود عم ياخذ كميه كافيه من الحليب. لكن هذه في حالات دكتورة أنا حالات استرجاع أيضا، يعني هذه صاحبها حالات استرجاع أيضا في بعض الأحيان عند حديثي الولادة، يعني يرتبط هذا الحليب الصناعي وغيره، طبعا إذا كان إلا إذا كان مضطرين وفي حالات قصوى، ولكن يرتبط هذا أيضا ببعض الأمراض أو بعض الأعراض الأخرى التي قد تظهر على حديثي الولادة، صحيح أم لا؟ الحليب الصناعي. الحليب الصناعي. هلا طبعا إحنا ما بنفضل نلجأ أبدا للحليب الصناعي إلا في الحالات الاضطرارية، يعني مثلا بدل ما نقبل البيبي نحطه بنشفى العلاج الضوئي، نحن بنعرف انه البيبي المولود ما بياخذ كميه كفايه من الحليب. نعم. فيعني كخطوه قبل القبول نسال الام انه عطي حليب صناعي ولو فتره مؤقته.
في حالات تانية بنلجأ فيها للحليب الصناعي وبنوقف فيها حليب الأم مثلا 24 ساعة 48 ساعة اللي هي الصفار بسبب حليب الأم بالذات. هي حالات نسبتها 1 لـ 2% ما كتير شائعة، بس وبتحصل بعد الأسبوع الأول. بنلاحظ أنه المولود بيصير عنده صفرة بعد الأسبوع وعم بتزيد الصفرة، وممكن بس تجربة أنه نوقف الحليب الطبيعي مدة 24-48 ساعة بنلاقي الصفار تحسن. نعم. فهي إجراء بسيط ما بيتطلب تحاليل ولا شيء، مجرد أنه محاولة إيقاف الحليب الطبيعي ونشوف تحسن الصفار. نعم. في بعض الأحيان دكتورة يصير بعض الأخطاء عند الأهل في فهم موضوع الحاضنات وأيضا موضوع الحليب. مرت حالات لبعض الأخطاء اللي يمكن الأهل يتفادونها بشكل عام في موضوع التفاقم هذا المرض؟ يعني مثلا على سبيل المثال يقال بما أن في حاضنة يضع الولد هذا إذا كان عنده الصفرة تحت إضاءة في البيت، يعتقد الأهل بأن هذه الإضاءة تكفي لفترة معينة، وهذه يمكن من بعض الأشياء اللي احنا قريناها أن يعتقد بأن هذه الإضاءة تكون كافية لعلاج هذا الطفل. هلأ في مناطق معينة، يعني بالمناطق بقدر بقول أنه في مشافي مناطق أمريكا ولجأنا لهالأساليب، لأني نعرف الأهالي بيقدروا يعملوا هالشي، وفي تمريض عم بيتابع الأهالي في البيت. بس هون ممكن يكون شوي صعب لأني يعني الأهالي ما معودين. نعم. ممكن هذا يعني ممكن يوقي أنه بنضطر أنه ما نعمل الأدميشن أو القبول، بس أحيانا الأهالي بيخافوا أنه هن يتحملوا المسؤولية. صحيح. ويقال أيضا حتى دكتورة أنواع الإضاءة اللي موجودة هذه يعني مب أي إضاءة صحيح. عادية. صحيح. هي أضوية خاصة. أضوية خاصة. أشعة معينة زرقاء اللي بنستعملها بالمشفى. بس كمان أشعة الشمس تشبه نفس الأدوية اللي بنستعملها بالمشافي. فبس لحد معين مثل ما قلت نحن بنقبل هالشي بس لحد معين، بس لما بصل الأرقام نحن يعني مهتمين فيها. أيوة لازم نحن نتدخل. ممكن ما تعرف دكتورة بأن حتى الإضاءة هذه أو الأشعة المركزة في الحاضنة عند الطفل لها توقيت معين، بعد فترة معينة هذه الإضاءة تزال، يعني تتغير، ما تظل في نفس مكانها وتستخدم لفترات أطول، لها عمر افتراضي معين. يمكن هذه الناس تغفل عنها، وبالتالي حتى يعني يمكن تعرض الطفل للأشعة، أشعة الشمس وكذا، هذا شيء جيد، ولكن كم من الأشعة يحتاج هذا صحيح. الرضيع كم الفترة اللي يحتاجها هذا الرضيع؟ أكيد. هل الأشعة تكون مباشرة غير مباشرة؟ إذن هذه من ضمن الأشياء أيضا بنتحدث عنها دكتورة بالموضوع الوقاية وأيضا في موضوع العلاجات. مشاهدينا دعونا ننتقل سويا إلى فقرة نمط الحياة الصحي الذي أعدته لنا الدكتورة نجلاء درويش عبيد أخصائية التغذية، ومن ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في فقرة نمط الحياة الصحي في برنامجكم عيادة علهوة، وموضوعنا اليوم جدا مهم وجدا نسمعه، خاصة لدى الأطفال حديثي الولادة اللي هي الصفراء أو مثل ما نقول بصفار عند الأطفال حديثي الولادة. طبعا مهم من الأم تتبع إرشادات الطبيب للحد من إعراض الصفراء أو حتى لعلاج الصفراء، وعدم إهمال هذه الفترة في أخذ الاستشارة الكافية. طبعا من الناحية التغذوية مهم جدا الرضاعة الطبيعية في هذه الفترة، خاصة للأطفال حديثي الولادة عشان يستفيدون من فائدة الحليب خاصة بالأيام الأولى. لذلك مهم جدا الأم المرضع تركز على الأطعمة المفيدة وتبتعد عن الأطعمة الدسمة، عن المقالي، عشان تتأكد أنها أخذت كافة العناصر الغذائية في طعامها كالخضروات الورقية، كذلك كالبروتين وبالذات الأسماك كونها غنية بمضادات الأكسدة. وممكن كذلك الأم تركز على أخذ الفواكه بمقدار 2 إلى 3 حصص في اليوم، وما تنسى كذلك شرب اللبن أو حتى أخذ الزبادي قليل الدسم. مهم كذلك تشرب كميات ماء كافية وتبتعد عن التوابل الحارة، عن الأشياء اللي ممكن تدخل في الحليب وتزعج الطفل. 3 وجبات بانتظام في اليوم مع أخذ وجبات خفيفة من بينها، بحيث أنها تكون صحية كالمكسرات، كالفواكه، كبسكوت كامل القمح، كونه يحتوي على مغنيسيوم. مهم جدا كذلك أنها تركز على
نوعية الطعام، لأن هذا الأهم في حليبها، شو ما يدخل على حليب الأم يأثر على الطفل. طبعاً دائماً مشاهدينا نتمنى لكم الصحة والعافية، ونشوفكم إن شاء الله في فقرة جديدة من فقرات نمط الحياة الصحي. كل الشكر والتقدير للدكتورة نجلاء درويش، أخصائية التغذية، ثم يعني طبعا في مثل هذه الأثناء تحدثنا أيضا مع الدكتورة ضيفتنا في حلقتنا لهذا اليوم عن أهمية الرضاعة الطبيعية، وبالتالي هذا أيضا يستعوض موضوع التغذية وأيضا نمط الحياة بالنسبة للأطفال الرضع. ونستكمل حديثنا في هذا اليوم مع دكتورة ريما الملا، استشارية أطفال الخدج وحديثي الولادة. دكتورة، نتحدث في حلقتنا هذا اليوم عن الصفراء، الآن نتحدث عن العلاجات. دكتورة، ما هي العلاجات المتاحة، وهل تختلف باختلاف مدة الصفراء عند الأطفال الرضع؟ هلا، هو أهم طرق العلاج البداية هي الوقاية. فنحن نعم. مثل ما حكينا دائما منشيك على الصفار، كل وليد قبل ما يطلع المشفى، نعم، وبعدين نتأكد أنه بيعمل متابعات دورية خلال يومين لثلاثة مع الطبيب بالعيادات الخارجية حتى يكمل الكشف على الطفل مشان الصفار. نعم. حكينا أهم شيء هي الرضاعة الصناعية، أهم شيء بالنسبة للعلاج. الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية عفوا. نعم. الصناعية في حال إذا كان السبب هو حليب الأم. نعم. حكينا عن العلاج الضوئي في المشفى. نعم. الحالات اللي هي الأشد خطورة والأرقام المرتفعة اللي نحن دائما نحاول نتجنبها تلتزم العلاج المكثف. العلاج الضوئي المكثف اللي هو نحط عدة أشعة ضوئية فوق المريضة ونحطه بأجهزة خاصة بتعطي أشعة مكثفة. نعم. ضمن المشفى. نعم. كان في نحن نعمل تبديل الدم، بس هذا خف كتير بسبب أنه عم ندخل بشكل وقائي وبشكل سريع، بشكل ما نصل للأرقام العالية اللي بتطلب تبديل الدم. ومثل ما حكيت أنه بنعطي بروتينات مناعية في حال إذا كان أرقام عالية كتير وسبب التنافر الزمر، حتى تربط الأجسام المضادة وتمنع عبورها للكريات الحمر وحل الكريات الحمر. ممتاز. الآن دكتورة، هذا يعني الآن تكسر الدم عند الأطفال حديث الولادة يكون بشكل سريع، وبالتالي الجسم يمكن إذا كان هذا من ضمن الأسباب التي قد تؤدي إلى وجود الصفراء، الآن هل حليب الأم والحاضنة تكفي وفقط، ولكن ولا هناك أيضا بعض المراهم يمكن تعطى الأطفال بعض الفيتامينات قد تعطى لهذه الأطفال، ولا الحليب يكفي؟ هلا، إذا كان السبب انحلال الدم بسبب أجسام مضادة بنعطي حمض الفوليك، لأن حمض الفوليك بيساعد على إنتاج الكريات الحمراء الجديدة. نعم. بهالحالات الخاصة. إذا ما كان سبب انحلال بسبب تنافر زمر أو سبب مرضي، ما في داعي. نحن عادة المواليد كلهم نعطيهم فيتامين دي، وهذا بشكل كافي، ما بتطلب فيتامينات إضافية. ممتاز. يقال دكتورة بأن هذا المرض إن لم يراعى وإن لم يهتم به ويشفى، قد يؤدي في النهاية إلى إصابة الدماغ وإصابة الرأس أيضا، ويمكن هذا تكون في أصعب حالاته، ولو أن يعني العلاجات في البدايات متاحة. هذا الكلام صحيح؟ أكيد طبعا، وهذا اللي بنسميه اليرقان النووي. وهذا يعني الحقيقه اختلاط خطير جدا للصفار، وبتامل ما حدا يصير معه، يعني لانه اختلاط فعلا خطير. في حالات وصلت لهذه المرحله؟ أو هي نادره؟ حاليا حالات نادره كثير، لاني مثل ما قلت نحن عم ندخل ومنتابع المواليد بشكل باكر، بشكل انه ما تتطور للارقام العاليه جدا. ممتاز، ممتاز جدا. اذا مشاهدينا، الان الفقره التاليه فقره التواصل الاجتماعي وزميلتنا شهد مهند، ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، والآن نستعرض لكم الأسئلة التي وصلتنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال الأول كان دكتورة،
كيف أعرف طفلي مصاب بالصفراء أم لا؟ ممكن تحصلين بعض الأسئلة اللي تكوني أنت جاوبتي عليها من خلال حوارنا في حلقتنا لهذه الليلة، لكن نذكر فيها بشكل الناس. مختصر طبعا نعم. مجرد رؤية اللون الصفار وفي حال أي شك أو يفضل دائما المتابعة مثل ما حكيت مع دكتور الأطفال اللي هو بيقدر بيشيك بالأجهزة وبيفحص الدم. نعم. فيفضل دائما تكون متابعة دورية بدون استثناء لكل المواليد. نعم. هذا الصفراء ممكن يكون مرض وراثي؟ في حالات وراثية بتسبب مرض الصفار في العائلة، وهي معروفة ومدروسة وبدها متابعة كمان يعني دورية دائما. نعم. يعني ممكن هني دكتورة إذا كان مرض الصفراء كعامل وراثي موجود عند الأطفال في البيت أو الأم أو الأب، إذا كان في حالة من هالحالات وصلت إلى مرحلة اللي يسمونها النووية اللي هي الصفراء النووية الآن، هل من الممكن أن تصاب يعني أو يصاب الأطفال أو الآخرون بمثل هذا المرض ما يكون له علاج؟ هلا هو مثل ما حكينا في حالات وراثية مثل نقص الأنزيمات هي بتجي وراثية وبتجي بالعائلة. نعم. في شيء مو وراثي بس عائلي، مثلا نحن لما بيكون عند المولود أخ أو أخت أو أهل عندهم كان صفار واضطروا للعلاج الضوئي، هذا بيحطنا يعني عدو من عوامل خطورة عند هذا المولود أنه ممكن يصير معه نفس الشيء. ففي قصة عائلية وفي القصة الوراثية اثنيناتهم متداخلات بالموضوع. نعم. استفسار آخر، هذا المرض ممكن يصيب الكبار أم الأطفال فقط؟ أكيد ممكن يصيب الكبار بس بأسباب مختلفة تمام عن اللي بيصير عند المواليد. نعم. اللي هو المفروض يرتبط بالتهاب الكبد الفيروسي، ممكن التهاب الكبد صحيح، ممكن انسدادات الكبد، ممكن تشمع الكبد، هي كلها بتعمل صفراء بس غير يعني أعراضها أسباب. حتى مختلفة عن أعراض الطفل، هي الأعراض ممكن هلا عند الكبار ممكن يصير تجمع السوائل بالبطن، بيصير دوالي، يعني هي تشمع الكبد له مرض خاص. نعم. وله أعراض تانية. نعم. غير الصفار له أعراض مرافقة للصفار. أكيد. طيب دكتورة، هل في احتمالية أن بصفار مثل ما يسمونه البعض يتم عند الطفل لفترة طويلة؟ ممكن، خصوصي إذا كان السبب هو الحليب الأم، هذا ممكن يطول معه لثلاثة شهور. هي أغلب الحالات بتوقف على الشهر، على الأسبوعين لثلاثة. المواليد اللي بيرضعوا من الحليب الطبيعي ممكن يطول لأربع أسابيع، بس بشكل عام ننصح أي مولود بيطول عنده الصفار لثلاثة أسابيع يتابع مع دكتور الأطفال حتى يتأكد الأمور بالسليم. نعم. الثلاثة أسابيع هذه مش فترة طويلة دكتورة تعتبر؟ نحن عم نحكي طبعا هو عم بيتابع قبل باستمرار، بس إذا كان طول فترة الصفار. نعم. يعني طول فترة الصفار المفروض يتابع مع دكتور الأطفال. نعم. يتأكد أنه ما عم يرتفع زيادة. نعم. يتأكد أنه عم ينزل، بس كطول كالصفار كطول فترة. ممكن يطول لعمر الشهر. نعم. وهذا وفي حالات الحليب الأم اللي سبب الصفار ممكن يطول حتى ثلاثة شهور. له أضرار كبيرة على صحة الطفل بالعادة إذا طول؟ طالما كطولة لا، بس المهم ما يكون يصل لأرقام عالية كتير. نعم. يعني نعم. يصل لأرقام معقولة. يعني صفار خفيف أوكي مو مشكلة. بس المهم هو صفار قوي ويطول فترة طويلة. الآن يمكن في العرف العام صفار قوي وصفار ضعيف وقليل يمكن لا يقدر، ولكن من الضروري نرجع الآن للفكرة الأساسية، لابد من مراجعة الطبيب والمتابعة. أنا بنصح أي صفار يتابع مع دكتور الأطفال، يعني الأهل ما يتحملوا مسؤولية يشوفوا ولد أصفر يقولوا خلاص هذا طبيعي، لا، شيكوا مع الدكتور هو بيقولكم إذا طبيعي ولا لا. نعم. أيضا في استفسار آخر تقول أن نحن متعودين أن نحط الطفل اللي فيه بصفار تحت الليت الأبيض الإضاءة البيضاء، ما هي فاعلية هذه الطريقة وصحيحة أم لا؟ هي الضوء مثل ما حكينا لازم يكون ضوء معين، أشعة زرقاء أو أشعة الشمس، ما أي ضوء بالبيت ممكن ينحط ويتحسن الطفل، لازم يكون أشعة معينة. طيب إذا حطوه تحت الشمس كم الفترة اللي لازم تكون؟ هو ينصح فيها أنه مثلا 4-5 مرات باليوم لمدة 10-15 دقيقة كل مرة،
طبعا لازم يعرضوا اجزاء الطفل بدون لبس يتعرض للاشعه الضوئيه للشمس حتى يستفيد منها. في اي ساعه؟ ساعات متعدده من النهار، يفضل يعني طبعا أي في فتره الظهر تكون الاشعه الحارقه، نعم، اللي هي فتره الصباح وفتره العصر ممكن مثلا قبل المغيب قبل ايضا يكون غير مضره. نعم. ايضا استفسار اخر، هل هذا المرض ممكن ياثر على صحه المولود العامه بشكل عام؟ بشكل عام اذا ارقام خفيفه ومعتدله المفروض ما تاثر، بس اذا وصلت لارقام عاليه ممكن تاثر على خلايا الدماغ وممكن تاثر على نشاط الطفل، يعني ممكن يعود ما يرضع، ينام، يبكي، يعني بتحسي في تغير في طبيعه الطفل. نعم نعم اكيد. اخر استفسار بناخذه معنا، نحن تكلمنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة للطفل حديث الولادة خصوصا في الفترة الأولية من ولادته، أيضا هي تستفسر عن علاقة الرضاعة الطبيعية بحدوث الصفراء. سريعا لو بنمر على هذا السؤال، نركز أكثر على أهمية هذا الموضوع. هلا الرضاعة الطبيعية بتعلق بالصفار بطريقتين، أول ما بيولد المولود وسببها هي نقص كمية الحليب، وهذا بيظهر عادة باليوم الثاني ثالث، هاي بيعمل الصفار، ونحن اللي نصحنا فيه انه الام تستمر بالرضاعة، واحيانا حتى نعطي حليب صناعي اضافي بحال ما في كمية كافية من حليب من الحليب. الام. والنوع الثاني من الصفار اللي هو سببه حليب الام، اللي هو بيظهر بعد الاسبوع، وهذا بننصح توقف الام 48 ساعة ليزل الصفار وبعدين تتابع الحليب الطبيعي. بهالفترة ممكن هي تشفط الحليب وتحطه بالفريزر تستعمله فيما بعد، يعني بيلزم. نعم أكيد. إذا هذه استفساراتنا اللي وصلتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكرا لكم مشاهدينا على كل من تفاعل معنا في موضوع حلقتنا هذا اليوم، وشكرا لك دكتورة أيضا. نترككم تستكملون باقي الفقرة. شكرا دكتورة. اللي كان عنده مثلا حالات صفراء وهو طفل رضيع ويعتقد بأنه شفي منها تماما، هل يمكن أو يشفى منها تماما، هل يمكن أنها تظهر عليه مرة أخرى عند الكبر؟ هلأ هي مو نفس الصفار اللي رح يظهر مرة تانية بالكبر، حيكون صفار نوع تاني. نعم. ما نفس مرتبط بالكبد أكثر، يمكن يكون له عوامل تانية اللي هي مرضية، بس نفس الصفار الفيزيولوجي، بس ما تحسن ما بيرجع يظهر مرة تانية. هلأ في حالة معينة هي انحلالات الدم اللي مثل داء الفوال، هاي ممكن يتكرر الصفار عدة مرات، لما بيصير مثلا بياكل مادة الفول الام حتى بتنتقل عن طريق حليب الام. نعم صحيح. لما بيكون المولود عنده نقص في هالانزيم رح ينحل دمه، حتى لو شفي من الصفار بيرجع بصير مرة صفار ثاني مرة ثانية. نعم نعم. ففي حالات معينة وراثية، حالات مرضية ما رح تكون حالة فيزيولوجية اللي يتكرر فيها الصفار مرة ثانية بعد ما يشفى. ممتاز. دكتورة نبغي الآن في يمكن فيما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم نتكلم عن الوقاية، لأن أفضل طريقة للوقاية من تفاقم مثل هذا المرض عند الأطفال الرضع. أفضل طريقة للوقاية هي متابعة الأهل مع الدكتور، يعني يتأكدوا أنه مثل ما حكينا سابقا أنه بعد ما يطلع المولود من المشفى ضروري جدا أنه يتابعوا مع دكتور الأطفال، يعني لا يتساهلوا بالموضوع. لازم مرة واحدة على الأقل أنه يشوفوا دكتور الأطفال بعد ما يطلع المولود من المشفى. نعم. وبعدين حسب الحالة دكتور بينصحهم إمتى كل فترة لازم يتابعوا معه، إذا كان الأمور سليم ما في مشاكل ما في خطورة ممكن يقول لهم مثلا لعمر الشهر صحيح بشوفكم مرة ثانية. صحيح. بينما إذا في صفار وبده يتابع معه ممكن يقول له أنا لازم أشوفك مرة ثانية بكرة، ممكن يطلب تحاليل دم. فيعني بنصح تماما الاهل انه ما يستهينوا بالمتابعه الدوريه مع الدكتور حتى نتجنب انه يصل للصفار لارقام عاليه ويكون مؤذيه. نعم. اذا مثل ما تفضلتي من بدايه الحلقه دكتوره، موضوع الرضاعه الطبيعيه ضروري جدا في حال ان وجد تغير في الجزء الخارجي ايضا للطفل ويميل الى الاصفرار، يمكن واثر على بياض العين بشكل اكبر، يمكن يكون واضح ايضا في بياض العين هذا الاصفرار، نلجأ أيضا إلى الطبيب. في بعض الأحيان عندنا ما يسمى بالأدوية الشعبية أو الطبية الشعبية المتوارثة، يمكن ليس لها أساس علمي بحت، وبالتالي لا ينصح بها أيضا
الأطباء في كثير من هذه الأحيان، وهذه دائما الحل الأول والنهائي في مثل هذه الحالات نلجأ لمن هم مختصون بمثل هذا المجال أكيد. وهم الأطباء أولا وأخيرا. أكيد. لا أكيد الأدوية الشعبية القديمة هي أكيد مثبت أنه لا ما بتفيد. نعم. الشيء الوحيد اللي بفيد هو الرضاعة والرضاعة والرضاعة. إذن شكرا جزيلا لضيفتنا في حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة ريما الملا استشارية أطفال الخدج وحديثي الولادة، وأيضا الشكر موصول لزميلتي شاد على ما قدمته لنا من فقرات في حلقتنا لهذا اليوم. لأن الشارقة تهتم بالإنسان، كان برنامج عيادة على الهواء. دمتم بصحة وعافية. I'm gonna do it.